لا قبل كل شيء رسالة. استعجل. عشان تلعب. ولا تبي تطلع ثاني. ايش فيك؟ قعدت على الوتر الحساس والله يا ابو حبيب قلبي. لا الله يرفع قدرك. خلاصكم. حزنتني. تعال اجلس. شنطتك هيبه والله. الله يسعدك يا رب. من جولي شيك ترى. 300. طيب. يا حبي لك يا ابوي. يلا وش اي والله. وش علومك من البرايم؟ والله شوف يا ابو حسن. اشهد الله ما شلت هم برايم ولا شلت هم طلعه ولا شلت هم. حنا شلنا هم. ايوه لا شوف لاني مثل ما علمتك انا. يعني ما قلت انها مثاليه لكن عندي ايمان تام بالله سبحانه وتعالى ان الله ما يكتب لك الا كل خير. صحيح. فانا يعني دائما اردد على لساني دائما اردد والله مكتوب لي الخير والخيره. يعني ما اقول يا رب ترزقني المركز الاول، اقول يا رب ان كان في المركز الاول خير فيسره وان كان في شر فابعد. لانه كنت تقول يا رب ارزقني المركز الاول، يا رب ارزقني المركز الاول، يجيك المركز الاول لكن يمكن يكون يعني باب شر عليك. احب التفاؤل اللي فيك والله. والله العظيم يمكن يكون باب شر عليك. يمكن يعني لا قدر الله ما ودي يعني تدخل في متاهات لكن حسد ولا يعني المهم انه يكون باب شر عليك. فلذلك يقول يا رب اكتب لي الخير والخيره ويا رب ان كان في المركز الاول خير يسر وان كان في فوز شر فابعد. وارضى بقدر الله سبحانه وتعالى ان طلعت من حافل لحجاجك. والامور طيبه وبيعوضك الله خير. احنا متقابلين ان شاء الله وان طلعت الهلك وان جلست مع اخوانك. لكن هو العلم طال عمرك هو كل العلم. ايوه. على العرب العرب اللي دافينك دافلينا. العرب المجنن. اي والله العرب المجنن اللي وراك. انا والله اني انصدمت يا ابو والله ما انصدمت يعني لان الله ملك الحمد. لا لا مو من قصه ابراهيم يوم طلعنا تخبر 24 ساعه. اي مثل ما علمتك اول اقول احنا عايشين هنا ماكلين شاربين والله ما احنا ندري وش يدور ورانا ولا احنا ندري ماكلين شاربين لكن يوم طلعنا 24 ساعه ذيك وشفنا فرق الدعم وشفنا الكلام وشفنا التحفيز وشفنا العرب اللي كانوا في عرب حتى انهم ما يردون والله ما يباتون والله ما يباتون احنا هنا لغالق البث لعبنا ولا رقدنا ولا عرب شغاله وراك يا ولد تخسر من وراك فانت ود يعني اقل جميل ترده لهم انك ما تطلع ابراهيم إن مو قص ما تطلع ابراهيم انك تطلع بالشكل اللي جنبك هذا الكلام تقدم ريالتي كما تبي تطلع ابراهيم مكان يعني اقل جميل ترده لك انك في ريالتي تقدم الشيء اللي جنبك المسابقات ذي حظ ونصيب صحيح المسابقات حظ ونصيب انت بتجتهد فيها زي مسابقه المكتبه اعيد واكرر اقول اللهم لك الحمد كانت امورنا زينه يعني وصلنا تقريبا الى اعلى في الأسئلة وصلنا أعلى درجة فريقنا بس المكالمات لكن سبحان الله جت المكالمات تخلفت الموازين فهو شيء ما هو بيدك أنت ودك أنك المكالمات كلها لك لكن شيء من عند الله سبحانه صح والله العظيم المطبخ سبحان الله المرة اللي راحت خسرت فيه المرة الأولى المرة اللي راحت ذي فزت فيه فأقول لك هي كلها توافق من رب العالمين لكن هو الكلام كله على ريلتي منك تقدم الشيء اللي يرضى الله سبحانه أول شيء ويرضي فريق دعم طيب توقع بترجع تصويت ولا أسئلة والله شف توقعاتك ودك انك ترجع اسئله ولا تصويت؟ قل لا اله الا الله حق لا اله الا الله اشهد الله ما شلت هم مثل ما اعيد واكرر اقول البرايم والاسئله دي ما شلت هم لك الحمد لله يعني مطلع على بعض الثقافات ومطلع انا ما كسر ظهري طال عمرك الا تصويت يوم قال التصويت اي والله اي والله ما كسر ظهري الا التصويت اشهد الله اني شلت هم اني شلت هم وشلت هم يعني وقفه المسرح والبرايم والطلعه دي ما شلت هم لكن ما ودي احد يتخسر والله العظيم انها مثل الجمره على كبدي فاقول انا اسال الله سبحانه وتعالى ان كان في بقائي خير انه يجعلني في الاسئله وان كان فيها خير ان الله يسهل الاسئله علي وارجع باسئلتي ارجع يعني بجهدي لكن من ناحيه التصويت لا يشهد الله ما ودي اكلف على احد اي والله الله يكتب لنا الخير والخير لو انك اي حاجه رجال من عرض الناس كان قلنا اوكي ارجع اسال لكن انت بحي الله والله اني يرجعونك لا يا اخي قل لا يا الله اشهد الله ما لحقني شك يعني فريق الدعم بشكل عام اشهد الله ما لحقني شك في ربعي لكن ايش اقسم بالله العظيم ما ودي احد يتخسر من وراي شيء صادق والله انك صادق صح حتى لو انك قدرت انك بترجع وانك
لكن والله ما تبات لي، والله ما تبات، لا دريت ان فلان حط من وراك ريال لو عشان، لكن تحسها مثل الجمر على كبدك. انت خابر اول شيء، هم يدفعون من محبه، اقول الله هم يدفعون من محبه يبونك، لكن انت يا ولد حانهم. اي والله حانهم، اي والله حانهم. شفني عقبه اول اسبوعين يوم رجعت تصويت يا ولد، غدا المنتجع ذا كله كنح على راسي. صادق تغيرت 180 درجه. ليه يا ولد؟ عالم انت تدفع، عالم انت تقوم وتطيح، عالم انت تسهر وتصاميم ودنيا ومبادرات كلها علشانك. صادق. وحني هنا قبل ندري بالشغله هذه كلها كان ماخذين الدعوه فله ومدحه وناس. شف انا ارحب لبى قلبك عصوم قلبي عيون قلبي فلنذهب الى النعيم. ابشر بس دقيقه بعطيك نقطه الاخيره. اقول انا وقت دخولي للبرنامج انا على انها تجربه، تفرج برامج الواقع من اول، قلت بنجي وبفل الحجاج، شفت ترى شخصيتي ثانيه الصراحه. اقول لك يعني الى الان ما طلعت شخصيه عبد الرحمن اللي الفله والفكاهيه، وطلعتي بالكشتات بعيش يعني جاي انا بعيش جوي واقعيتي بكل، عشت واقعيتي اللهم لك الحمد. لكن يوم قالوا التصويت والله العظيم والله انك تحسب حركتك الف حساب، صح ولا يا عمر؟ عمر حركات وكلامك تحسب له حساب ولا ما تحسب له؟ قم قم احنا اعطيناك وجه، قم قم قم. طيب شرح الدروس المهمه لعامه الامه يا اخوان. قم قم يا حبيبي قم يا حبيبي. البنيه التحتيه راح يدقق فيها، بس كيف الشخصيه؟ والله شخصيه اسمع، خل ختامها مسك بلا عسبه بلا ختامها مسك طال عمرك. ودي والله ان السمره كانت في العريش. يلا معلي.